شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، كنت مني أسمع المزيد من امتثال لك لضيق الزمن التزاما مع المشاهد الكريم، حتى الملتقى إن شاء الله في حلقات قادمة من ظلال الأصيل مع فريق عمل هذا البرنامج. تحياتي وفريق العمل، نختم هذه المساحة المسائية والاتكائية مع الفنانة هدى عربي. حتى الملتقى، دمتم دائما في رعاية الرحيم.